صاحبي اسماعيل تسعى بالامن باستضافه الدكتور جان السبيعي حفظه الله، يحاضرنا بموضوع التنميه والتمويل الاسلامي. الدكتور جاد ولد في دمشق ونشأ هناك، ثم تابع دراسته الاكاديميه هنا في امريكا ليحصل على اجازه، ثم بعدها الماجستير والدكتوراه من جامعة إلينوي معهد إلينوي للتكنولوجيا، إلينوي انستيتيوت اوف تكنولوجي المعروف اختصارا ب دبل اي تي، ثم بعدها تابع سنة دراسية بعد الدكتوراه وما يعرف بوست دكتوراه فيلوشيب في موضوع هندسة الزلازل. والدكتور مجاهد حصل على دكتوراه في الهندسه المدنيه، ثم ذهب الى جده يعمل لمده 7 سنوات كخبير ومستشار في موضوع التصاميم الهندسيه، ثم التحق في بنك جده الاسلامي ليدير مشاريع موضوع التنميه في البنوك الإسلامي في البنك الإسلامي هناك في جدة لمدة 23 سنة، وما شاء الله له باع طويل في هذه المسألة. فحفظه الله، اليوم سيحدثنا في هذا الموضوع، موضوع التمويل البنك الإسلامي، التنمية، موضوع التمويل والتنمية في البنوك الإسلامية. فإلى أستاذنا المحاضر يبدأ محاضرته، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا جزيلا أخي أبو حسان، أنا أخوكم نجاد السبيعي أبو عبادة. يشرفني أنني التحقت بهالجالية هي الكريمة في فلنت منذ بضعة شهور، والآن أنا يعني واحد منكم. الله يجزيكم الخير، تشرفت وتباركت فيكم. أولا أبدأ بالشكر الجزيل لمؤسسي هذا العمل. صراحة أنا يعني عشت في أكثر من مدينة في هذه البلد، ولم أجد كوميونيتي ولا جالية على درجة من الترابط والتآخي والعمل المشترك البناء كما هو موجود في فلنت. فجزاكم الله خير، من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ولذلك أتقدم بالشكر وبشكل خاص لمؤسسي هذا العمل ولكل من يشارك فيه. ثانيا، كنت أتمنى صراحة لو أتيح لي المجال لتحضير المشارك بالصوت والصورة، يعني إما PowerPoint presentations أو videos أو أشياء، لأنه الموضوع له يعني سعة واللايبراري تبعه كبيرة، ولكني صراحة ضيق الوقت وأنا متأسف. أخبرت بالموضوع يوم الأربعاء صباحا، فما في مجال حضر، يعني ما كان معي مجال. سنكتفي بالإلقاء فقط، يعني أرجو المعذرة. ثالثا، المشاركة تبعي تتألف المشاركة من 3 أقسام. القسم الأول نتحدث عن التنمية، القسم الثاني عن التمويل الإسلامي، والقسم الثالث هو الجمع بين التمويل الإسلامي وبين التنمية. التنمية يعني أشارك فيها عن طريق قراءة في كتابي، أنا أكتب كتاب الآن في الحرية والتنمية المستدامة، هذا عنوانه. صراحة منذ بدئي في العمل في مجال التنمية، عندما كنت أزور الدول الإسلامية وبعض الدول الغربية، يعني ينتابني دائما شعور أو السؤال ملح، إنه لماذا بعض المجتمعات تفشل وبعض المجتمعات تنجح في التنمية؟ ما الفرق بين أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية؟ تم اكتشافهما في وقت متقارب، ماذا حصل حتى أمريكا الشمالية يعني سيطرت و
يعني تصدرت مجال التنمية الإنسان التنمية بالكامل المستدامة، بينما دول أمريكا الجنوبية كل معظمها دول نامية. إذا القضية هناك سر في الموضوع، وكان دائما عندي هذا التساؤل. القضية ليست مادية مطلقا، لأن الكنوز اللي أخرجوها من حضارات الإنكا والأزتك كانت يعني أكثر بأضعاف مما وجدوا في أمريكا الشمالية. أمريكا الشمالية ما فيها شيء ككنوز وكمصادر طبيعية، ولكنها كلها كانت تهرب إلى إسبانيا والبرتغال. إذا هناك سبب. فهذا الموضوع أرقني، قرأت فيه، ومعظم ما كتب عن الموضوع هو يتعلق بالمؤسسات، المؤسسات اللي يسموها الانكلوسيف انستتيوشنز، اللي هي الشمولية. إذا بدنا نعربها الشمولية، ما لها علاقة بالاشتراكية ولا يعني الشمولية بمعنى أن مجالها أو خيرها يشمل المجتمع بالكامل. هذه هي المؤسسات الشمولية، وهي سبب النجاح. الدول الفاشلة هي التي مؤسساتها يسموها extractive institutions، يعني مؤسسات استقصائية تعمل لصالح فئة معينة وتستقصي معظم الفئات الأخرى في المجتمع. هذا ما كتب، معظم ما كتب في هذا الموضوع. أنا يعني ذهبت خطوة أخرى، فقلت لنفسي يعني فهمنا المؤسسات، ولكن ماذا يصنع من يصنع المؤسسات؟ لنذهب خطوة مايكرو ليفل أكثر. فذهبت إلى الإنسان، ويعني اجتهدت ورأيت بأن الحرية للإنسان هي تخلق الإنسان المبدع، والإنسان المبدع هو يخلق المؤسسة الناجحة. فإذا القضية تذهب إلى الحرية، وخاصة نحن عندنا قضية سوريا وتفاعلت مع الموضوع، فصار عندي قناعة الآن بأن الحرية هي الأساس للتنمية المستدامة. وفي أمثلة كثيرة، الاتحاد السوفيتي، الصين والولايات المتحدة إلى آخره. لن يعني هذا موضوع طويل، ويعني أرجو الله أن أوفق في إنهاء هذا الكتاب. سأقرأ منه الفقرات المتعلقة بتعريف التنمية وأركانها وجوانبها، وإن شاء الله بشكل مختصر جدا، ثم ننتقل إلى التمويل الإسلامي. التمويل الإسلامي لن أتطرق إلى إجراءات المتبعة في الولايات المتحدة للتمويل الإسلامي، لأنه ما عندي علم فيها ولا ما عندي رغبة في يعني في هذا الموضوع. إنما سأتطرق إلى أصول التمويل الإسلامي، مبادئ ما هو التمويل الإسلامي، وكيف يختلف عن الordinary financing اللي هو التمويل الاعتيادي الconventional، وما هي طرق التمويل الإسلامي الرئيسي. ثم أتحدث بعجالة سريعة عن الجمع بينهما، الفكرة التي خرجت من الصندوق في أوائل السبعينات، وكيف تمت فكرة الجمع بين التمويل الإسلامي وبين التنمية بهدف إحياء الأمة. كان هناك تفكير بالأمة. للأسف نحن من القرن 21، من وقت ما دخلنا في مصايب ما يسمونه الربيع العربي وما بعده، نسينا الأمة، وما عاد حدا يتحدث بالأمة الإسلامية. صارت كل دولة مغلقة على حالة دوبة مشاكل أو بلوية. فالفكرة، سأتحدث عن الجمع بين التنمية والتمويل الإسلامي، وكيف نشأت الفكرة بالأصل من أجل إحياء الخلافة وإحياء الأمة، ومنظمة المؤتمر الإسلامي الذي عقد ولم، وكان دائم الانعقاد هكذا أريد له، ولكن كل الأمور هي تبخرت وطارت، وللأسف أفرغت من محتواها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نبدأ بالحديث الآن عن التنمية. ما هي التنمية؟ التنمية هي مجموعة الآليات التي تؤدي للارتقاء بالمجتمع في جوانب الحياة، بعيداً عن التخلف والفقر. هناك جوانب وأوجه متعددة للتنمية. أولها التنمية الاقتصادية.
أول مؤشر للتنمية الاقتصادية، طبعا بعض المعلومات هذه بديهية بالنسبة لكم ولكن لا تؤاخذوني، يعني من عيدة مع بعض. أول مؤشر للتنمية الاقتصادية هو الناتج القومي العام، أو ما يسمونه بالجروس دوميستيك برودكت أو GDP، هو إجمالي قيمة الإنتاج الذي يحصل في الدولة خلال السنة من صناعة وزراعة وخدمات واستثمار وثروات باطنية إلى آخره. هو مبلغ يعكس حجم وقيمة نشاطات المجتمع الإجمالية الداخلية والخارجية خلال السنة. يعني أنا لما بروح على مستشفى وبتحكم وبدفع الفاتورة، هي بتدخل في GDP تبع الدولة، مو القضية بس ما تصدره دولة خارجاً، وإنما حتى الإنتاج الداخلي يدخل في GDP. ومعروف أن الولايات المتحدة هي أكبر GDP في العالم بفارق أكثر من 20 ضعف عن النكست السكند إن لاين. طبعا ينعكس الناتج القومي العام على المواطن الفرد من خلال مؤشر اقتصادي آخر هام، هو متوسط دخل الفرد في الدولة، يسموه بالإنجليزي per capita income، وهو نتيجة عملية رياضية بسيطة جدا، تقسيم الناتج القومي العام على عدد سكان الدولة، بحيث يعكس هذا المؤشر حصة الإنسان الفرد من إجمالي الناتج القومي. طبعا هذا المؤشر يستخدم للدلالة على حالة الرفاهية الاقتصادية للسكان في المجتمع من خلال مقارنته بالدول الأخرى، رغم عدم دقته. أكيد يعني جميعكم سيحذر بأنه هذا ما له دقيق، لأنه أنت عم تقسم GDP تبع الدولة كأنك عم تساوي بين الأفراد على عدد السكان، فهذا غير دقيق بدرجة كبيرة لأسباب عديدة، أهمها سوء توزيع الموارد. فالموارد لا توزع بين المواطنين بشكل متساوي، والعامل الآخر هو اعتماد كثير من الدول على إيرادات لا تعكس قيمة النشاط الاقتصادي في المجتمع بشكل دقيق، مثلا استغلال الثروات الباطنية بترفع لك GDP وليس لها أي أثر على المجتمع، لا يحس بها المواطن، لا تعطي إنتاج. فهذا المؤشر غير دقيق. الآن سنتحدث كيف تم يعني استدراك هذا الأمر. النوع الثاني أو الجانب الثاني هو التنمية الاجتماعية. تدل التنمية الاجتماعية على مدى قوة المجتمع الحضري من حيث انتشار المؤسسات المدنية والخدمات الاجتماعية والمؤسسات غير الحكومية اللي يسموها non-government organizations أو NGOs، بما يعكس حالة نضج المجتمع وفعالياته المتعددة بمعزل عن الجهاز الحكومي الدولي. هذا شيء هام. نحن في بلادنا العالم الثالث عودونا أو عيشونا على أن الدولة تملك كل شيء، فإذا ذهبت الدولة مات الناس. ومصر فيها أكبر جهاز موظفين في العالم كله، الدولة رقم واحد. تصور شو بيصير لو غابت الدولة، شيء مزري بالفعل. يجب أن يكون المجتمع ينهض على رجليه بدون دولة، ما في حاجة أساسا للدولة. النوع الثالث من التنمية أو الجانب الثالث هو التنمية السياسية والحضارية. التنمية السياسية معروف أنها تعكس درجة التقدم في مستوى الحريات العامة، حرية الرأي والفكر والتعبير والتعددية السياسية والحزبية وغنى الأحزاب والنشاطات السياسية للمجتمع في مقابل التصحر السياسي وقمع الحريات وفكر الحزب الواحد الحاكم المطلق في الدول الدكتاتورية. طبعا هذه الجوانب التنمية الثلاثة تؤدي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية معا إلى التنمية الحضارية التي هي النتاج الكلي لنضج المجتمع والقيم. طبعا أدراك الباحثين لعدم جدوى المؤشرات الاقتصادية كما قلت سابقا للتعبير عن حالة التنمية في المجتمع تطلب تطوير مؤشر آخر خاص بالتنمية، هو مؤشر التنمية الإنسانية أو ما يسمى بالـ Human Development Index أو الـ HDI. هو معيار حددته منظمات الأمم المتحدة لقياس التنمية الإنسانية لدول العالم، ويعكس قطاعات حيوية في الحياة مثل التعليم والصحة والاقتصاد والمياه
يعني هو تابع بالرياضيات، هو تابع لعدة متحولات، ليس متحول اقتصادي فقط، هو تابع لعدة متحولات، مثلا كنسبة الأمية، متوسط دخل الفرد، متوسط عمر الإنسان، نسبة الوفيات عند الولادة اللي هي الموربيديتي مورتاليتي إلى آخره، مؤشرات صحية ومؤشرات أخرى. بيجمعوهم كلهم بفورمولا وبيسموها الـ HDI اللي هي Human Development Index، وهي الآن متبعة في رسميا في التعبير عن المستوى التنمية التي تعيشها الأمم أو الدول. الآن التنمية لها دعائم وأركان. أركان التنمية أولا وأهم ركن هو التعليم. التعليم هو ما يؤدي إلى التنمية كأكثر وأقوى عامل على المجال البعيد. لا، التعليم ليس له مجال آني، يعني بيأخذ له 20-30 سنة ليظهر. ولذلك الدول القوية يعني اللي عرفاني شو بدها تخطط لمستقبلها تولي التعليم أكبر نسبة من البادجت أو المخصصات المالية لها. طبعا الصحة تأتي في المرتبة الثانية، التدريب المهني ورفع الكفاءات، المياه، مياه الشرب والصرف الصحي، البنية التحتية، التأهيل الاقتصادي والتمويل المتناهي الصغر المايكرو فاينانس، الزراعة والتنمية الريفية، الصناعة والثروة المعدنية، كلها هذه من أركان التنمية. الآن قضية التنمية المستدامة يعني حصلت في عدة حالات في العالم، أن حصل نمو أو تنمية في بعض الدول ثم أحبطت واندثرت. فالأمم المتحدة عقدوا يعني مؤتمر في 2015 حددوا فيه ما هي أهداف التنمية في لأن تكون أهداف في سنة 2030. طبعاً عندنا دول العالم المسجلة بالأمم المتحدة 193 دولة، يفترض في 2030 أن تحقق جميع هذه الدول الأهداف التنمية اللي هي 17 هدف. طبعاً ما أذكرها كلها، ولكن من أولها طبعاً القضاء على الفقر، انتفاء الجوع في كل دولة. يعني ليش وضع هذا المعيار؟ لحتى كل دولة، طبعاً عم نفترض نحن وجود ناس مخلصين في جميع الدول يقومون بالتخطيط والعمل لتحقيق هذه الأهداف، حتى تكون بنش مارك تقوم به الدول بمعرفة أين هي من أهداف التنمية المستدامة. كما قلت، أولها القضاء على الفقر، ثانياً تحقيق انتفاء الجوع، دعم الصحة والحياة الصحية السوية، التعليم الفعال وإلى آخره. الأهداف السبعة عشر، رغم كل الجهود وكل الاجتماعات والمؤتمرات، فشلت الأمم المتحدة فشلاً ذريعاً كما أكيد كلنا بنعرف. وهذا الأمر سبب إحباط مطبق لدى شعوب العالم الثالث. بالمناسبة، دول العالم الثالث هي 152 دولة مصنفة من أصل 193 دولة مسجلة بالأمم المتحدة، يعني أكثر من 85%، بينما وعدد سكانها دول العالم الثالث 6.7 مليار نسمة من أصل العدد الكلي اللي هو حوالي 8 أو 9 مليار، يعني 85% من سكان الكرة الأرضية هم من رعايا الدول النامية أو الدول العالم الثالث. السبب في الإحباط أو الفشل بأن جميع الحلول التي تقدمها الأمم المتحدة والاجتماعات كلها تعالج هي حلول ظاهرية شكلية لا تمس بصلة للمشكلة العويصة الأولى في العالم في الدول النامية، وهي انعدام الشفافية والفساد. صراحة يعني الفساد وانعدام الشفافية هو السبب الأول، ليس الموارد ولا المال ولا الإنسان حتى، إنما هي انعدام الشفافية والفساد على جميع الأصعدة.
بالإضافة إلى أسباب كمان هامة جدا كسيطرة وتغول المجتمعات الغنية والقوية على الفقيرة والضعيفة بما يسمى الاستعمار وإلى آخره. الآن الدول النامية تصنف إلى 3 أصناف. دول فقيرة متخلفة تواجه صعوبات بشرية أو طبيعية بنيوية تحول بينها وبين التنمية المستدامة، وهذا صنف ألف. نضرب مثال عليه بنغلاديش، ما عنده قدرة، عنده صعوبات بنيوية، أعداد 300 مليون بني آدم، شلون بدك تقدر تعمل تنمية عندما يكون جميع فقراء؟ دول متوسطة الدخل لديها كثير من مؤهلات تنمية ولكن مبتلات بظروف سياسية واقتصادية محبطة، مثالها العالم العربي، سوريا، لبنان، مصر. يعني كانت ممكن أن تكون أن تتخرج إلى من الدول النامية ولكن ظروفها الاقتصادية والسياسية والبلاوي اللي فيها. الدول الثالثة هي من الدول النامية، النوع الثالث هي دول غنية الموارد، ولكن غناها سببه موارد طبيعية فائضة وليس البناء الاقتصادي والاجتماعي الذاتي المتطور والمستدام. في نفس الوقت ليس لديها إمكانات وكفاءات بشرية ذاتية تستطيع أن تمكنها من الاستفادة من غناها بشكل فعال. طبعا هذا الصنف جيم مثل السعودية ودول الخليج. الغريب يعني أنت لما نقرأ هذه الأمور ونسترجعها نتذكر سايكس بيكو، يعني شيء عجيب كيف تم رسم حدود سايكس بيكو لكي تبقى الدول النامية نامية مدى الحياة، يعني لا تتخرج مدى الحياة. بيشوفوا دولة مثلا عندها إمكانية مادية رهيبة بيروحوا بيقطعوها لعشرين دولة ويكون عدد سكانها بسيط جدا، لا ليس لديها طاقة بشرية تستطيع التنمية. دول أخرى مثل مصر مثل لديها الطاقة البشرية، مثل سوريا بيروحوا بيقطعوا الحدود بحيث ينقوها أو يختاروها محرومة من الإمكانات الطبيعية. فهكذا تم يعني تقسيم العالم. القضية مو قضية صدفة، لا أريد الدخول في هذا الموضوع لأنه طويل جدا، ولكن أطرح سؤال: هل خطر في بال أحدنا سؤال مثلا في كل الشرق الأوسط وفي كل شمال أفريقيا لا يوجد دولة واحدة تصنع سيارات مثل العالم لها اسم عالم؟ طب ليش؟ مع أنه تقنية صناعة السيارات صارت سخيفة، يعني صارت معروفة من 50 سنة يعني ومسيطر عليها والعالم انتقل إلى أشكال وأنواع منها. لا يوجد مصنع سيارات واحد في كل شمال إفريقيا وفي كل الشرق الأوسط ابتداء من إيران، باكستان وإلى المحيط الأطلسي. ليش؟ هل هذا الأمر صدفة؟ هل هذا الأمر صدفة؟ لا أظن صدفة. لذلك يعني الله يعيننا، القضية الدول النامية بحاجة بالفعل إلى إخلاص وإلى عمل مستمر للاستفادة من الطاقة البشرية تبعها للوصول إلى مراحل التنمية المطلوبة. الآن ندخل في الباب الثاني أو الجانب الثاني من المشاركة، هو التمويل الإسلامي. طبعا سأتكلم عن التمويل الإسلامي وليس عن المعاملات المالية الإسلامية. التمويل هو جانب بسيط من المعاملات الإسلامية المالية. أول سؤال بيطرح نفسه: ما هو التمويل الإسلامي؟ ماذا يختلف التمويل الإسلامي عن التمويل العادي اللي هو conventional الربوي؟ التمويل الإسلامي إذا بدنا كلمة واحدة تعرفه، هو تمويل يعتمد على وجود سلعة أو ما يسمى بالإنجليزي commodity في العقد. فإذا أنت عملت بعقد التمويل سلعة صار التمويل الإسلامي، إذا حذفت السلعة صار التمويل غير إسلامي. طبعاً هون في كلام في الموضوع ليس بهذه البساطة. إذن ليس التمويل الإسلامي ليس إسلامياً عندما يكون نقد بنقد أكثر منه. دخلنا في قضية الربا والإنترست.
إذا التمويل الإسلامي هو نوع من أنواع التجارة، لو نظرت لها هي تجارة، لما تدخل السلعة في العقد صارت تجارة، وطبعا لها طرق عديدة. فالتمويل الإسلامي هو نوع من أنواع التجارة ليس إلا. طبعا الآن نأتي إلى تمويل النقد بنقد. يكون التمويل نقدا بنقد إسلاميا فقط في حالتين، نقد بنقد. الحالة الأولى هو القرض الحسن، هذا معروف، يعني هو عندما يكون تمويل بفائدة تبلغ الصفر، أي برد المبلغ كاملا دون أي أرباح بعد انقضاء فترة التمويل، الألف بترجع ألف، هذا القرض الحسن، وهو نادر جدا ويكاد أن يكون معدوم من يعني التطبيق إلا على الحالات الفردية، يعني بين الأمم والمؤسسات لا يوجد يعني إلا حالات نادرة جدا. النوع الآخر هو القرض بربح يعادل قيمة تكاليف إدارة القرض، هذا كمان أجمعوا عليه بأنه هذا تمويل إسلامي ويجوز عندما يكون الربح يعادل قيمة تكاليف إدارة القرض، وهي عادة قدروها يعني في جميع المؤسسات بما يعادل 1.5 إلى 3% سنويا من قيمة القرض. طبعا كل مؤسسة لها حساباتها، ويجب أن تجتهد لحساب هذا المبلغ، مو بتروح تسلخ رقم وتقول له هذا هو تكاليف، لا، انت بدك تحسب الكهرباء قديش عم تكلفك، الموظفين، الرواتب، التأمين، أجرة المكان، بدك تحسبها وتتقي الله في هذا الأمر. فإذا حسبتها واتقيت الله وعملت النسبة من قيمة القرض ستأتي بين 1.5 إلى 3%. هذا إذا كان الربح يعادل قيمة التكاليف فهو لا غبار عليه، وهو أحد أشكال التمويل التي نقوم بها وتقوم بها البنوك، وهو أخف أنواع التمويل، يعني ما نسبته بسيطة جدا مثل ما قلت لك بين 1.5 إلى 3%. هلأ من حيث المبدأ لا علاقة للتمويل الإسلامي بنسبة الفائدة المحصلة من التمويل، القضية قضية مبدأ من قضية أرقام. هذا الأمر عادة يخلق إشكال لدى كثير من المسلمين، حيث يظنون أن التمويل الإسلامي معناه الرأفة بالفقراء وإعطائهم المال بقروض حسنة فقط، من حيث أن هذا هو جانب صغير جدا من جوانب التمويل الإسلامي، يعني بمعنى أنه التمويل الإسلامي قد يكون ربحي أكثر من التمويل الكونفنشنال، ما له علاقة، الأرقام ما لها علاقة. فكثير أنا صادفت كثير من المسلمين يأتي ويقول عم تدعوا بينكم بنك إسلامي، يا أخي اطلع لبرا بتاخذ تحصل أقل من النسبة، مو قضية أرقام، القضية قضية مبدأ، أنا عم أعمل معك تجارة، ما عم أعطيك ربا. الآن يعني لو كان في مجال بدقيقتين أعرج على لماذا حرم الإسلام الربا. الربا هو سرطان إذا دخل إلى اقتصاد الدول أهلكها، ولذلك لما هتلر كره اليهود لم يكرههم هيك لأنه عيونهم زرق ولا سود ولا لأسباب شخصية، لأنه الربا يقتل المجتمع، الربا يجمع الأموال من الأمة ويركزها في أيدي فئة محدودة جدا قليلة على عدد الأصابع، ويصبح المجتمع كله عبيد لخدمة هؤلاء المعدودين، ولحتى عملهم كل المجتمع يكون خدمة لأداء فوائد القروض اللي أخذوها، فيتحول تتحول المجتمعات إلى مجتمعات عبودية كما هو كان في أوروبا، ومعروفة قصة المدينتين، والله نسيت ايش اسمها، في ايطاليا نسيت شو القصه اللي اليهودي يطلب، تاجر البندقيه. فعندما وصل المجتمع يعني الاوروبي والغربي الى هذه الدرجه، ياتي الاسلام ويعني يحرم الربا، لانه الاموال يجب ان لا تتركز في ايدي قليله.
رأسا الإسلام يسعى بالعكس إلى توزيع. لما بدخل لك السلعة في العقد حرك التجارة، حرك الصناعة، حرك الأمة كلها، وعطى فرص عمل للناس، وبالتالي توزعت الثروة. وهذا هو الهدف الأساسي للإسلام من التمويل الإسلامي والقضاء والتحريم الربا. يعني هي عجالة صغيرة. الآن نأتي إلى طرق التمويل الإسلامي. طرق التمويل الإسلامي أو ما يسمونه بالمودز أو إسلاميك فاينانس، أذكر من باب يعني من باب الذكر الصدفة، كنا في أحد المؤتمرات في المالديفز، وهي بالمناسبة دولة إسلامية تشترط على مواطنيها أن يكونوا مسلمين. فإذا أنت مسيحي ما لك مواطن، الدولة الوحيدة بالعالم هيك المالديفز، جميلة جدا. فكنا في مؤتمر ومشاركين في البحث في يعني تمويل المشاريع هذه الدولة، وكان معنا شركاء من البنك الدولي. تصور بأنه نحن مثلاً بندخل بعشرة مليون، هو بيدخل بألف مليون، يعني مبالغهم المتوفرة لديهم أضعاف ما يتوفر لدى المسلمين. عندما كنا نتدارس معهم طرق تمويل الإسلامي، المودز أوف إسلاميك فاينانس، استغربوا جداً. البنك الدولي على عظمته وعلى مبالغه المقدرة بالمليارات ليس لديه إلا تمويل واحد، طريقة واحدة للتمويل، وإلى الآن لا يوجد غيره، هي اللون، القرض. يعطي قرض ويأخذ فائدة، ويعيش البلد لعشرين ثلاثين سنة في رد الفوائد المترتبة على هذا القرض. استغربوا جدا، الشريعة تبعكم بتعطي عشر أنواع من المودز أوف إسلاميك فاينانس، كيف شو هالقوة هي؟ فهذا الأمر جدا من النقاط التي تتميز بها الشريعة الإسلامية. ليش؟ لأنه الإسلاميك فاينانس هو تريد، هو تجارة، والتجارة وسائلها لا تنتهي. يمكن أن الإنسان المبدع يبتكر أساليب من التجارة لا تنتهي، يعني كبيرة جدا. من أكبر يعني من أشهر المودز أوف فاينانس، طرق التمويل الإسلامي، البيع بالأجل. البيع بالأجل، بيشتري البنك أو الممول البيت ويبيعك إياه على عشر سنوات أو على عشرين سنة، وبربح، بهامش ربح. هذا البيع بالأجل هو بيسموه الإنستولمنت سيل، هو أشهر تقريبا أنواع التمويل، طرق التمويل. النوع الثاني الإيجار، شبيه بالبيع بالأجل، ولكن لا يتم نقل الملكية حتى نهاية الفترة. فيشتري الممول السلعة ويؤجرها للمستهلك أو للزبون عبر فترة من الزمن، وفي نهاية هذه الفترة تكون العمر، يعني قيمة السلعة قد انتهت بالتقادم، فينتهي بالتمليك. هذا اسمه الإيجارة المنتهية بالتمليك. وهذا الأمر موجود، مثل ما قلت، يختلف شكلاً عن البيع بالأجل بأنه الملكية تبقى للممول حتى انتهاء الفترة. النوع الثالث هو الاستصناع. الاستصناع هو ينطبق على الانفراستراكشرز، أن يقوم الممول باستصناع انفراستراكشر معين أو خدمات ويقدمها جاهزة للزبون مقابل ربح. مثلا أنا بستصنع مستشفى وأبنيها وبعمرها وبحط فيها الأجهزة، ثم أنقلها إلى الزبون بقيمة معينة، مثلا برقم لا يجوز أن تكون بنسب، يجب تحديد الرقم. طبعا الاستصناع أمر كبير جدا، يعني يفتح أبواب خير كثيرة، ولكن في بعض الأشياء يجب توضيحها، بأنه الجهة المستصنعة ليس لديها عملياً الإمكانية في استصناع المشاريع. مثلاً
انت عندك 100 مستشفى موزعه في اركان الدنيا، منين بدك تجيب موظفين ومهندسين يروحوا يتابعوا عمليات؟ حتى لو حطيت مقاولين بدك تتابع عمليات الاستصناع وتكون مسؤول عنها، لانه البرودكت تبعك الين يتم تسليمه. فعمليه الاستصناع تتطلب كوادر بشريه كبيره جدا خارجه عن طاقه الممول، لا يمكن. ولذلك اوجدوا نوع ثاني من العقد، انت بتعمل عقد الاستصناع الرئيسي وبتعمل عقد ثاني اسمه الوكاله. فانت توكل الدوله المستفيده في القيام بالاستصناع عنك، طبعا مقابل اجر او بدون مقابل اجر، يتم الاتفاق، يعني عقدين في عقد. طبعا في بعض الناس اعترضوا على هذا الكلام بانه تحايل والى اخره، ولكن من الناحيه الشرعيه القانونيه افتوا فيها بانه هو كل عقد منفصل هو عقد قائم بحد ذاته، ليس عليه اشكال. في عنا القرض بالتكلفة، تكلمنا عنه. إذا كانت الأرباح أو نسبة الربح فقط محدودة بتكلفة إدارة القرض فهذا حلال، ما عندك مشكلة. المشاركة الشراكة معروفة. في عندك المضاربة، المضاربة مال بعمل، هذا كمان معروف. تكون نسبة بين شريكين، واحد يعمل وواحد يقدم المال ولا يعمل، ويا النص بالنص يا ثلثين بثلث حسب الاتفاق. في عندنا المنح. المنح هي أن تعطي المال مقابل لا شيء لله تعالى ولا يتم استرجاعه. هذه المنح عادة محدودة جدا، لا تصرف لتقديم سلع ولا لتقديم خدمات، وإنما فقط لتمويل دراسات اقتصادية مالية هندسية تؤهل الجهة المستفيدة في معرفة الطريقة المطلوبة. يعني مثلا أنا بدي أعمر مستشفى، أو يا ترى حتربح ولا ما حتربح، بدي أعمل جدوى اقتصادية. طيب أنا دولة مفلسة عايشة حالة في مثلا أفريقيا، ما معي حق دراسة اقتصادية. فيقوم الوقف لا، هذه ما لها علاقة بالوقف. الوقف هو أن توقف مثلا شيء أو أسد معين ولا يصبح لك لديك السيطرة عليه خلاص إلى يوم القيامة، هذا مخصص لهذا الأمر. المنحة هي عبارة عن مال يقدم مقابل دراسة وانتهى، تنتهي يعني فترتها محدودة بانتهاء فترة الدراسة. أما الوقف أبدي، عرفت علي؟ يعني اختلفت يا كلي. فهذه هي معظم طرق التمويل السائدة، يعني اللي على الأقل اللي أنا بعرفها. يعني هناك قد يكون مثل ما قلت يعني قضية تجارة، فأنت طالما الباب مفتوح في التجارة فقد يكون هناك طرق أخرى ممكن تبتدع عبر الزمان. الآن الجمع بين التنمية والتمويل الإسلامي هم الأمة الإسلامية في القرن العشرين. يعني لو استعرضنا بذاكرنا بس لمجرد التذكير بأنه كان هناك شعور بالأمة الإسلامية ما يزال منذ انقضاء القضاء على الخلافة في 1920، بقي لدى المسلمين حنين، مو بس حنين، عمل لإعادة الخلافة. هذا الأمر تجلى في السبعينات بعد حرب 73 بالهمة في إقامة مؤسسات تجمع بين التمويل وبين التنمية، التمويل الإسلامي. لأنك ليش مهم هذا الأمر؟ لأنه التنمية مكلفة، أنت بحاجة إلى ملايين، معظم الدول الإسلامية ليس لديها هذه الأموال. فإذا ما هو العمل؟ إذا بدك تأخذ من البنوك المنتشرة في العالم، البنك الدولي، البنك الآسيوي، البنك الإفريقي، بدك تعيش الدولة كل يعني عشرات السنين لتوفي قيمة العقد، لقيمة الربح، الفوائد المتأتية على القروض. فالفكرة بأنك أنت أن توزع المال من الدول الإسلامية الغنية إلى الدول الإسلامية الفقيرة،
بحيث تنهض الأمة كلها مع بعضها. هكذا كانت الفكرة، ولذلك تأسس المؤتمر الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي. طبعا للأسف فشلت وتحول اسمها، حتى مو بس فشلت، غيروا الاسم سموها منظمة التعاون الإسلامي، والآن هي حبر على ورق لا تقوم بأي شيء. إنما يجب أن نستذكر بأن هذه الفكرة ظلت في هاجس كثير من الناس، ومن بيناتهم يعني من لم يشكر الناس لم يشكر الله، الملك فيصل رحمه الله هو خلف هذه الفكرة. الآن للأسف يعني كلنا بنعرف من القرن 21 ولا عاد حدا فكر بالأمة الإسلامية، ولا يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللي بدي أحكيه انتهى يعني بشكل أساسي. لو في أسئلة أو أي شيء يعني أقول لكم من الشاكرين. شكرا جزاكم الله. حقيقة سيدي المنوي الدكتور نجار أيضا درس لعدة سنوات في جامعة البرازيل في إلينوي أو نسيتني، ووجوده الإمام الجالي أدرج هذه الحقيقة، و يعني أخوه الأبد جالية فلينت بلان بلانك إلا أن تستقطب المتميزين ما شاء الله الله. يجزيكم خير، الله الله يجزيكم يبارك خير، فيك، يبارك نفتح فيك. المجال الآن للأسئلة. نبدأ هنا، تفضل دكتور ياسين. طبعا يعتبر الوقف مصدر من مصادر التنمية الإسلامية. طبعا طبعا. لا أهمل، لماذا أهمل؟ الوقف هو سبحان الله، الوقف من أقوى الأدوات، من أقوى الأدوات التي تستخدم، اللي كانت تستخدم عبر العصور، لها يعني آثار اجتماعية واقتصادية في رفع مستوى الناس. ومعروف في دمشق يعني الأوقاف في كل دول العالم أهملت بسبب يعني الخروج عن الدين، يعني صار الدين رجعية، وصار التمسك بكل طرق التمويل الإسلامي كلها لم تعد لها قيمة في للأسف. ولكن ما يزال الوقف قوي جدا، والآن هناك مشاريع وقفية قوية تقوم، ما تزال في يعني بعض المؤسسات لها مجال، يعني كجزء من إهمال. مثل ما تفضلت انه اساس التنميه هي التعبير القراني الاصلاح، تمام ومثل ما تفضلت عدو التنميه والفساد الكوربشن تمام ياتي الفساد تمام وهو عدم الشفافيه. و بنلاحظ في تجربتين بالعالم، يعني في ان اول مساله الحريه او التجارب الديمقراطيه في بلاد فشلت في التنميه الاقتصاديه مع العلم انها منحه، وفي بلاد اتبعت المنهج الصيني، يعني المنهج الشرقي وهو المنهج الثاني المعادل للكابيتاليزم الثاني، ونجحت باستثمار الإنسان. يعني استثمار الإنسان هو الأساس في عملية التنمية. أنا هذا اللي سبحان الله. عفوا، إذا تمكنت تعيد السؤال لأنه ما عم نسمعه على المظبوط. سيد السؤال يعني انه بعد طلب نطرح يعني المختصر انه الانسان هو اساس التنميه، هو الاساس في موضوع التنميه. استثمار الانسان والاستثمار يعني في الانسان التجارب هو العالميه، التجارب العالميه في عندنا مدرستين عالميات، يعني الاسلام طبعا في له حضاره مجال الكابيتاليزم والراسماليه والتي اتبعت منحة الديمقراطيه، وفي دول اتبعت هذا المنهج وفشلت في التنميه الاقتصاديه، في دول مثل الصين اتبعت المنهج الثاني ونجحت بالتنميه الاقتصاديه. نعم. شوف، أنا قرأت في هذا الموضوع، يعني لماذا تفشل الأمم، واتطرق إلى الصين بشكل يعني مفصل. الصين نجحت عندما استثمرت في الإنسان، عندما أطلقت حرية الإنسان. فالآن بالصين ما عادت مثل الصين القديمة، صار الإنسان بيقدر يعمل معمل، بيقدر يعمل كوربوريشن، صار في شركات كبيرة، صار في يعني حرية، مجال للحرية.
ولكن ما يجمع عليه على يعني على الأقل أقول الباحثين الأمريكيين بأن الصين لن تتجاوز سقف معين. ليش؟ لأنه الحرية فيها محدودة، الحزب الواحد الحاكم المكتم على البشر. يعني أنت بتطلع بالصين وبتغنى، بيصير لك كوربوريشن إلى مستوى معين، وبعدين يا بدك تشارك الحزب، يا بدك تنضم للحزب، يا بدك تطلع برا، يا بيجمدوك. فإذا ليس لها، يعني ليس لها مجال للحرية، مقيدة. وكمان بيضربوا أمثلة عليها كمان بروسيا نفس الكلام. يعني هناك فساد تختفي مثل تبع بابا، أي تمام كله ما مبين. أي بالصين بتختفي، بيكون إنسان نجح وعمل كوربوريشنز وكذا، اختفى، ما حدا بيعرف وين راح، ما حدا بيعرف وين راح. فلذلك كانوا يقولوا، لما قرأت في هذيك الكتب بيقول لك الصين لا تخاف منها، لها سقف، لن تصل إلى، يعني لأنه الإنسان مقيد، بيضل الإنسان فيها، ليس لديه الحرية، والحرية هي أصل الإبداع، والإنسان اللي مكبوت لا يبدع. ولذلك الصناعات، الدول اللي بتعمل صناعات تقليدية مثلا تركيا، كان يقول طبعا أحد أساتذتي في البنك، هو كان الفايس بريزيدنت وهو إسلامي ومن جماعة أردوغان بالمناسبة، يقول تركيا ليس لها مستقبل اقتصادي كبير. يعني ليش؟ لأن معظم صناعاتها ليست إبداعية، صناعات تقليدية، فرنتشار على سجاد، على بناء، على كذا. إنما العالم حتى تقدر تو إكسل، يعني أنك تطلع بتخرج من النطاق التقليدي، يجب أن تكون لديك صناعة متميزة تعتمد على التكنولوجيا. ولذلك بيحطوا لك نسبة الصناعة المعتمدة على التكنولوجيا إلى الصناعة الكلية، هذا البارامتر مهم جدا. فهون أمريكا ماسكة كل الصناعات الإلكترونيك والاختراعات الجديدة طلعت من عندها، ولذلك الدومينانس تبع هالبلد سيستمر يعني لفترة طويلة، وهكذا يعني يقولون على الأقل. قد لا نوافق أو نوافق، ويكون هناك آراء. الله يجزيكم خير. الدكتور خالد شقيري فمار. الله يجزيكم الخير أستاذي. أنا بدي أقترح على الشباب أن يرشحوه تكون رئيس وزراء جمهورية العربية السورية أستاذي. تتحرك البلد. الفكرة أنه إذا كان الله سبحانه وتعالى بيكرمكم، الموضوع كتير شيق وضروري حقيقة، أنه لازم يدرس حتى للشباب الأفكار بالذات، وحتى إذا كان في بالإمكان سوي المحاضرة باللغة الإنجليزية للأخوة غير الناطقين بالعربية حتى يعني يستفيدوا جميعا. لكن قصد يعني أنه ما تكون الموضوع ده بالذات عبارة عن محاضرة يعني عابرة، وإنما حقيقة لازم الأفكار يعني تغرس في عقول الشباب طبعا الناشئ، إحنا الكبار يعني راحت علينا. فالله يجزيكم الخير على الموضوع، كتير جميل. الله يجزي خير ويبارك فيكم. شكرا دكتور. السلام عليكم، مع دكتور يوسف معك، جزاك الله خيرا. كان لي استفسار بس على طريقة من طرق التمويل الإسلامي اللي حضرتك ذكرتها، ألا وهي التكاليف. هل التكاليف تحسب نسبة من القرض، ولا هي بتحسب تكاليف وتبقى رقم محدد ملوش علاقة بالنسبة من القرض؟ لا، هو عادة أخي الكريم الموضوع فيه شيء من السعة، يعني ما هو penny per penny يعني مثلا، إنما هو تقديري، ويجب أن يسعى أن يضع الممول جهده والخوف من الله في هذا الموضوع. فهو مثلا بيحسب خلال السنة ما هي التكاليف الرئيسية، أجرة المكان، الكهرباء، أجرة رواتب الموظفين كلها، وينسبها إلى قيمة القرض. طبعا بتقلي انه طيب نحن عندنا 100 عقد مع 100 دوله، طيب شلون بدي احسب لك لكل البارتيكولر هذا العقد مع دوله السودان مثلا،
قديش كلف، بجوز ياخذ جهد اكثر من عقد ثاني. هذا الامر مستحيل، انا مستحيل اجي اعرف لك كل عقد قديش حيكلفني بذاته، انما انا بحط التكاليف بشوف خلال السنه انا وافقت على 20 مشروع، تكاليفي خلال السنه هكذا واقسمها على ال 20. والاجابه على سؤالك تدخل كنسبه من ارتداد المبلغ وليست يعني لحالها، يعني يقوم بدفع مثلا 100 مليون بيدفعهم 100 مليون وكل مثلا 1% اللي هو مليون يقسم على الشهور، طبعا طريقة الوفاء يتم الاتفاق عليها ما في مشكلة، يعني يا بالشهر يا بالكوارترلي يا بالسنة كلها ويتم استردادها بهذا الشكل. الله يجزيكم خير. أخطر شيء في البنك الربوي، النظام الربوي اللي هو استخدام المال كسلعة، يعني ده يعني أخطر شيء في النظام الربوي. الجزء الثاني من السؤال أهمية البحث العلمي في التنمية. تمام، رجاء عيد السؤال. هي ملاحظة ولا سؤال؟ هو سؤال أهمية يعني البحث العلمي في التنمية، بس النظام الربوي بيعتمد على المال كسلعة. تمام، أهمية البحث العلمي في دور التنمية. لذلك أخي الكريم تقدر أحد عوامل نجاح البنوك التنمية العالمية. بالمناسبة لا أريد أن أشتط، ولكن البنوك في العالم نوعين، بنوك تجارية وبنوك تنموية. البنوك التنموية لا تتعامل مع الأفراد، تتعامل مع الشركات أو مع الدول وهدفها تنموي وليس هدفها ربحي. يعني لما بيربح البنك بنهاية السنة ما بتوزع الأرباح على أحد، وإنما يعاد تدويرها، فهو بنك غير ربحي التنموي. هناك بنوك تنموية في العالم تقريبا 10 أو هيك شيء. في عندك البنك الانتر أمريكان ديفلوبمنت بانك، الإيجيان ديفلوبمنت بانك، أفريكان ديفلوبمنت بانك، والإسلاميك ديفلوبمنت بانك اللي هو البنك الوحيد العالمي. هدين كلهم ريجنال وليست عالمية. فالبحث العلمي تقدر قيمة نجاح البنك التنموي بما يقدمه من جرانتس. فإذا كان مثلا بنك يقدم في نهاية السنة 1 بالألف من الـ operating budget بالجرانت، واحد بنك تاني بيقدم 3 بالألف، معناته هذا البنك الثاني يعتبر أقوى وأفضل من البنك الأولاني. طيب هالجرانتس وين تذهب؟ كلها للبحث ولا تصرف لسلع. ممنوع يعني أنك تروح تعمل مستشفى من منحة، لا مستحيل، لأنه المبالغ فيها كبيرة والمستحيل أنك تردها، يعني انك تاخذها من حل. لذلك كلها تدرس. الله يبارك فيك. دكتور عبد الفتاح عثمان تفضل. السلام عليكم ورحمه الله، جزاكم الله خير استاذ الكريم على هذا الموضوع القيم. عبد الفتاح عثمان، حبيت بس اسال سؤال عملي جدا. يعني كما تفضلتم، الفساد الاداري وانعدام الشفافيه مصيبه كبيره في منع تقدم وتنمية الأمم كما ذكرتم. فالآن لنظرنا الموضوع هذا للدول النامية بالذات من الناحية العملية، لو مثلا أنيط بكم خلينا نقول مهمة استشارية، لو فرض طلب منكم أن تقدموا مشروع نصحي استشاري دراسة مثلا إلى أحد هذه الدول نظريا خلينا نقول، في ظل خلينا نقول انعدام القدرة على تغيير الفساد الإداري، هل من الممكن من الناحية العلمية لدولة من هذا النوع أن لأفرادها ومؤسساتها غير الحكومية مثلا المخلصة الجادة في العمل، هل هناك مساحة معينة من العمل ممكن أن تقوم فيها هذه الأفراد أو المؤسسات بتقديم ما يجب تقديمه
خلينا نقول بداية وفي تطوير وتنمية هذه الأمم، سواء كان من الناحية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، هل هذا أصلا ممكن علميا؟ يعني طبعا عارفين احنا أنه في سقف فوق ما بيتجاوزوه بسبب وجود الفساد الإداري، لكن هل هناك طريقة خلينا نقول أنه تبدأ فيها هذه الدول بالتفكير بابتعاد عن يعني الاحتكاك بهذا الفساد ومحاولة تركيز مثلا البنية التحتية أو غيرها أو التعليم أو غيرها، بحيث أن تستثمر خلينا نقول إلى بخطة 50 أو خطة معينة من أجل على الأقل تجهيز المجتمع فيما لو حصل شيء من الانفراج الإداري من أجل إطلاق اللي هي الموارد المطلوبة؟ يعني أنا سؤالي حقيقة ما أردت أني أتشعب فيه كثير، لكن سؤالي إليك يعني هو عملي جدا، يعني هل هناك بوارق أمل لمثل هذه الدول النامية أن تتحرك تحت السقف المعروف، وإلا لا أمل هناك وستبقى هذه الدول نايمة إن صح التعبير، مو نامية؟ وجزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك أخي الكريم، سؤال مهم جدا جدا. يعني من خلال أنا سنوات عملي في زرت أكثر من 20 دولة، لاحظت أخي الكريم بأنه في نهاية المطاف السياسة هي أم الاقتصاد. يعني بيتحدثوا لك عن الصعوبات الاقتصادية وإلى آخره، الكل محكوم بالسياسة. ليش؟ لأنك في نهاية المطاف السياسة تموت كل تميت المجتمع. يعني إذا كانت السياسة سيئة في الدولة تميت المجتمع وتميت الاقتصاد وتميت كل المجالات. فإذا وجدت فرجة في السياسة كأن يكون الحاكم، ليش الملك أحسن من الرئيس الجمهورية؟ ليش؟ طبعا عم نحكي عن رئيس الجمهورية الفاسد والملك الفاسد. الملك الفاسد عرفان حاله قاعد ماله مهدد، فبالتالي رفع الكيد عن الأمة، تركها تتنفس. مجال التنفس هذا يطلق عمليات تنمية اجتماعية من قبل الناس المحكومين اللي محروق نفسهم، يعني بالقائد المسيطر عليهم. بينما رئيس جمهورية مهدد، دائما مهدد، وعرفان حاله في أي لحظة ممكن يطير، على الأقل رسميا، وإن كان الواقع العملي صرنا بالعكس هلا. وإنما من الناحية النظرية مهدد، فبيجي بيقول لك أنا مهدد، فلذلك بدي ضل حاطط دابي وداب لأنتف النتف، يعني ما أترك مجال للنفس. فالإجابة على هذا السؤال صحيح، يس، هناك مجال للارتقاء في المجتمع وللتنمية الاجتماعية بمعزل عن الحكومات، طبعا إذا سمحت الحكومات بذلك. ولذلك السياسة هي عملية ما بتسمع. بالعملية ما بتسمع. تطلق عمل لا ينسيه يعني. أو كل الصناعيين، كل التجار، كله. اي بلا، ولكن بس يو كانت طبعا في بلادنا نحن للأسف في سوريا وغيرها مستحيل، لأنه مكتوم على نفسنا كتمة مو طبيعية. ولكن هناك دول مثل ماليزيا مثلا، مثل هناك دول في أمل للنفس. الحكومة ما حاطة داب وداب قهر الأمة، يعني في مجال لأنه المجتمع أن ينمو وأن يقوم بمشاريع تنمية. ولذلك هو الأصل سبحان الله. أقرأ في كتاب قص الحق أعطيته للشيخ طه، ومؤلف وسعودي سبحان الله يعيش في الطائف ولا توجد له دار نشر، وعمل الكتاب لله تعالى، يتحدث عن تحدي الشريعة في إسعاد الإنسان مقابل الأنظمة الأخرى الرأسمالية والاشتراكية إلى آخره. فيقول الدولة في الشريعة الإسلامية تكاد تكون غير موجودة، لأنه المجتمع يملك كل شيء، الملكية الفردية مقدسة. الدولة لا تملك، يجب أن لا تملك شيء، يجب أن تكون فقيرة. ليش؟ لأنه المجتمع هو الغني، هو اللي فيه الديفلوبمنت، هو فيه التنمية، هو اللي فيه الازدهار. فإذا أراد الناس مثلا في الحي أنه يعمروا شارع، ما بيعازي ناخذ ترخيص،
أنا أرضي وأرضك وأرض الثالث من نوهبة ونعمل فيها شارع، هكذا من الناحية الشرعية يتحدث. إذا نعود في غياب، في حال سماح الدولة أو في غياب الدولة، طبعا المجتمع يستطيع أن ينمو بالمجتمع. وهذا الأصل، وهذا الأصل، الأصل أن أنه مالك الأرض هو المتحكم فيها. ما في شيء اسمه خذ ترخيص وما تأخذ ترخيص، أنت بتعمل بأرضك ما تشاء. طبعا في هناك ضوابط شرعية، القضية مو فلتاني، لا ضرر ولا ضرار. فإذا أضررت بأحد بدك توقف الضر. طبعا في قواعد، طبعا في قواعد شرعية تحكم هذا الأمر، يعني ما قضية فلتاني، وإنما الأصل هو أن المجتمع يكون مجتمع قوي، مجتمع لا يعتمد على الدولة. الدولة فيها فقط للسوبرفيجن، وليس لها التحكم، وليس لها السلطة أنك تجي تقول لك لا بدنا نفتح شارع وبدنا نسحب الأراضي. هلأ امبارح عم اسمع بالأخبار بدنا يطلعوا بسوريا قانون كل مين عنده بيت فاضي ما له ساكنه بدهم يسحبوه منه. تصور يعني شو التعدي على الحرمات، على بينما بالإسلام سيدنا ابن عباس كان عنده، العباس كان عنده بيت ملاصق للحرم المكي، معروف القصة. فجاء عمر بن الخطاب أراد أن يوسع الحرم المكي، فطلب منه أنه يأخذ بيته، قال له هذا بيت الله بدنا نوسعه، قال له ما بعطيك إياه. قال له أمامك ثلاثة أمور، يا بتعطيني هالبيت لله تعالى ويكون لك الأجر للمسلمين، يا بتبيعني إياه بالمبلغ الذي تريده ومنه لك، يا تختار بيت آخر في أي مكان تريده وأنا بشتري لك إياه وبتعطيني هذا البيت مقابل. فقال له لا هذا ولا هذا ولا هذا، وما بدي أعطيك هذا البيت، ضرب راسك بالحيط. فذهب ليحتكما إلى أحد الصحابة، أظن أنس بن مالك أو يعني أحد الصحابة، هل ترضى؟ قال أرضى. فذهبوا وذكروا هذا يريك قدسية الملكية الفردية في الإسلام، عندما تملك شيء لا دولة ولا إنسان على الأرض بيخلصك يا. فجاء القاضي فقال له يا فلان، يا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شيء مو معقول يعني. فقال له ماذا ترى أنت في الأمر، يعني اقترح علينا حل. قال له أنا اقترح بأنك أنت القاضي تعطينا الحل. فقال له القاضي أنا اقترح أن تهبه لله تعالى. فقال أمرك، خذوا لي. فسئل لماذا لما طلب منك عمر بن الخطاب أن تعطيه لم تعطيه، والآن لما حكم قاضي؟ قال لئلا تكون، يعني لئلا يكون الأمر يعني يفتح مجال أو يكون سابق تفتح فيها إنه الدولة والله بدنا نكبر هالشغلة يلا بناخذكم أراضي. فهذه هي الفكرة، يعني قدسية ال سبحان الله. خرجنا عن الموضوع. دكتور داء باقي تفضل. السلام عليكم. الله يجزيك الخير. في سؤال عن البنوك، البنك الإسلامي اللي بيأخذ من الفيدرال ماني، الانترست ريت السنة الماضية كانت حوالي 3%، السنة حوالي 7%، نفس الانترست ريت بين البنك العادي. فشو الفرق بين التمويل الإسلامي من الناحية هاي والبنك العادي؟ يعني الله يجزيك خير. خليني أتأكد من أني فهمت عليك. تقول بأنه البنك الإسلامي يقرض بإنترست ريت مكافئة للإنترست ريت الرسمية للحكومة. نعم. طيب هل هذا الإقراض عن طريق تقديم سلعة، بيع وشراء مثلا لسلعة، أم مال بمال؟ لا سلعة، هو البنك الإسلامي بيعاملها سلعة بس نفس الانترست ريت. ما دخل الأرقام، لا تعني شيء. القضية قضية مبدأ، قضية مبدأ. إذا كان هناك سلعة يشتريها ويبيعها بيحط السعر اللي بده إياه، وأنت رضيت فيه أو ما ترضى فيه، يعني عرفت علي؟ ما 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 الرقم لا يعني شيء. أي عقد إيجابكم؟ أيوة تمام.
ما له علاقة يعني، إن شاء الله يعطي يعني. أحكي لك فقط، نحن مثلا بنعمل لحماية البنك الإسلامي عندنا في جدة، لحمايته من تقلبات السوق، ونحن جماعة صغار ومصارينا على أدنى. بيقول لك أنا الربح تبعي لايبر بلس 1%، القيمة النسبة الفائدة العالمية وبضيف عليها 1%. طبعا هذه مو فاريبل، إذا كانت فاريبل حرام لا يجوز. مثلا يعني أنا سمعت في كندا البنوك الانترست ريت تبعهم متحولة، بيقول لك سنة هيك سنة جاي هيك، ما بيجوز هذا. لازم في وقت يعني القيام بالعقد أو يعني توقيع العقد أن تكون تحدد المبلغ، تعرف حالك قديش حأدفع. هو بس هذا السؤال إنه في استغلال باسم البنك، إنه بنك إسلامي أو مثلا هلا اللي عم يسوي والممارسات لاند كونتراكت عن طريق البنك الإسلامي أو الشركات اللي هذول ما تسمين، يعني بيطلع المستفيد اللي عم ياخذ القارض او كان سرقه او شراء بيت او شراء سياره عم يدفع اكثر من الذنوب تمام القبويه تمام. سو الخاص كان هو المسلم الدرويش اللي عم يحاول يتمسك بالشريعه اكثر من الطرفين. تمام. يعني انا صراحه هذا ذكرته في اثناء بانه معظم قسم كبير من الناس عندهم احباط من قضيه البنوك الاسلاميه، لانه يقارنون الماده المبالغ بس هذا الامر لا نستطيع يعني شرعا. كيف انت بتقول له لا تاخذ مثل قضية العقد شريعة متعاقدين سنة بالدخل ياخذ مثل بس عم ياخذوا مثلا اللون جنريشن 1 و 2% هن بيعطوا لك بيسموا لك يا مسجشف في تمام يلاقوا لك اي تمام. ولكن لا تستطيع تحريمه، ما تستطيع من الناحية الشرعية، فيها استغلال. هلأ قضية الحلال ميت يا جماعة، أنتم مقتنعين فيها؟ يعني الحلال ميت الباوند، اللحمة العادية ب$5 بيروح بيسلخك $10 وهي ممكن لفته ربعه. ليش؟ لأنه بيعرف أنه الناس عندها عواطف إسلامية، وإن شاء الله يحط $50 بيشلح أوعي وبيروح بياخذ الضعف ومشان ياخذ. هل يجوز هذا من هل يجوز هذا من الناحيه يعني شلون بدي اقول لك ما في يعني هذا استغلال. ايوه تمام، مو قضيه شرع المشكله انه في يلي بده يلعب على الشرع بيلعب بيلف وبيدور وبيلاقي 60 فتوى. القضيه اثكس، هل يجوز لإنسان أن يستغل عواطف المسلمين ومحبتهم لدينهم والتزامهم بأنه يضاعف سعر البضاعة الملزوق عليها كلمة حلال؟ هذه صناعة الآن عالمية من أربح الصناعات في الدنيا. روح ماليزيا، أكبر الصناعات هي ما يسمى بالحلال برودكتس، حتى بيقول لك شامبو حلال. وين شو هالمسخرة يعني؟ أبي روح جرابات حلال. تمام. فإذا هذا تمام، لذلك أنا ما بقبض كل هالأشياء. تمام، يعني إنسان بده يشغل عقله وألا يقع ضحية لنصابين يريدوا استغلال الدين والعواطف الإسلامية لتحقيق أرباح شخصية. ومن بينها كمان قضية اللي ذكرتوها. الله يجزيكم الخير، خلينا السلام عليكم. ممكن سؤال إذا تكرمت؟ تفضل. هلا بخصوص موضوع اللي عم يطرحوه الشباب، موضوع البيع والشراء، هو العلة التحريم هل هي في نوع المعاملة ولا في المسمى تبعه؟ يعني أنا خضعت لتجربة هون في شيكاغو لما أنت بدي أشتري بيت، فبحثت بشكل طويل بين جميع البنوك، فاكتشفت أن المعاملات كلها أصلا واحد هو بنك أمريكي، لكن البنوك الإسلامية بتستفيد من فرق الريت اللي بيعطوه للمشتري، وبعد شهر شهرين هن نفسهم بيرجعوا بيبيعوا.
ونفس الاجراءات اللي بيقوم فيها البنك الامريكي والبنك الاسلامي، وهذا الكلام من اشخاص هنين يعني قائمين في البنكين. فهل العبره في التحريم في المسمى ولا في اصول المعامله؟ جزاكم الله خير. لا 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 اخي الكريم، القضيه في العقد، الحرام والحل في العقد. هل انت في العقد تبعك داخل شراء البيت وبيعه؟ هل السلعه داخله في العقد؟ فاذا كانت داخله الرقم ما يعني شيء، يعني هو طبعا هذه سوء اخلاق منه انه يستغل، ومثل ما قال اخونا الاثيك، ولكن شرعا لا يمكن ان تجعل الحلال حرام لانه الرقم عالي او لانه والله عيب عليك ولا يعني الشرع شرع خلاص، حلال حلال. فالعله بالتحريم هو العقد. هل العقد عفوا وعلى شو الفرق بين شراء البيت على طريق البنك الربوي والبنك الاسلامي ما دام نفس العقد نفس البنود هيك انطم؟ اي القضيه مو قضيه تسميه، لا انت لما عم تروح على بنك غير اسلامي ربوي تمام كونفنشنال بانك وتروح تقول له انا اشتري لي بيت وبيع، ما حيعمل لك عقد اسلامي، ما حيدخل لك السلعه في العقد، حيقول لك انا بعطيك كاش 100,000 وترجع لي اياها 120,000 بنهايه السنه، اشتري فيها بطاطا. انا ما بعرف، مو ضروري. لا تصحيح، بس تصحيح بالنسبه لهون، بالنسبه للبنوك حتى الامريكيه، هن ما حدا بيعطيك مصاري في ايدك نهائيا، هو بالاعتماد على وجود سلعه البيت، هو البنك بيشتري البيت وبيبيعك اياه يعني. بنفس الإجراءات تماماً اللي بيقوم فيها البنك الإسلامي. خلاص يعني القضية مو قضية اسم. بالضبط لأني أنا يعني هو المحرج في الموضوع. أنا شاكر جداً وجودك وشاكر جداً على المحاضرة الرائعة جداً. هو الموضوع يعني في أشخاص كتير أنا يعني يعتبروا مسلمين أو هن إسلاميين بقول لك لا أنه خلاص سوي كلمة حلال حلب كفي. أنا بعتقد أنه الموضوع أنا ما بدي أخلي حدا يضحك علي بكلمة. إذا كان نفس المعاملة، نفس الإجراءات، نفس الخطوات اللي بيقوموا فيها اثنين، فبالتالي أنا ما رأي أكون يعني أكون غبي أسلم رقبتي لواحد ما احترم الدين بالأصل أو حاول يستغلني تحت اسم الدين. صح كلامك صحيح. قضية مو قضية اسم. إذا واحد مسيحي يكون هون الشبهة صارت مختلفة. الشبهة بأنه البنك هذا ربوي يقوم بمعاملات ربوية مع الآخرين كلهم، بس أنا عقدي معه عقد إسلامي لأنه في سلعة هو عم يشتري. بس هل يشتري البيت هو شراء ولا لا؟ شوف، في عندك موضوع مهم. نحن مثلا منصادفه كتير بأنه هو بيعطيك كاش بس بيقول لك وين بدك تصرف هالكاش، بتقول له بدي أشتري بيت، بيقول لك ورجيني العقد، فبتورجيه العقد اللي أنت باسمك شاري فيه البيت، فبيقول لك خذ الكاش. هذا مختلف. البنك شريك في نفس العقد، طيب هو اللي يشتري. أما إذا كان البنك يشتري ويتم الصك باسمه ثم ينقل الملكية من اسمه إلى اسمك، هلا هون صار عقدين، عقد بين البائع وبين البنك، وعقد تاني بين البنك وبينك. إذا كان بهالأمر في أمريكا حتى البنوك الإسلامية، البنك الإسلامي ما بحط البيت في اسمه، فالبنك أي بنك سواء الإسلامي ولا الأمريكي ما بيعطيك مصاري ولا سنت، بيتم الشراء وبين البائع، وأنت ما نحن يعني المشتري ما بيشوف المصاري نهائيا، البنك هو اللي بيشتري البيت وفي لهم طريقة بحفظ حقوقهم، وممكن يسجل البيت باسم الشخص أو في عقد إنه هذا اللي يتم هذا بيصير البيت ملكه. بس نفس طريقة يعني أنا يوصفني إنه نفس الطريقة الإسلامية. والأفظع من هناك إنه اكتشفت إنه هني حتى البنك الإسلامي اللي هون بعد شهرين بيبيعه لأمريكي مثل أي بنك تاني. سيدي مثل ما تفضلت يا سيدي، البنك عم يعطيك مصاري لكن عم يأخذ البيت as collateral أساسي، وما مشتري البنك ما مشتري البيت. تمام. You keep him as collateral. تمام. You know, for that money. معناته هذا ما عقد إسلامي. العقد الإسلامي يجب أن يكون عقد منفصل بين البنك وبين البائع، وعقد تاني بين البنك وبينك أنت المشتري، عقدين منفصلين بحيث يحق لك أنه تقول له بطلت يلا اشتريته أنت تلبسه.
حقك. يعني ما يكونوا العقدين مرتبطين ارتباط قانوني ببعض، انه انا بشتري البيت على شرط انك تشتري مني، لا، اشتريته بتبيعني اياه، انا بقدر اقول لك بطلت اشتريه وتلبسه. فاذا كان هذا الامر عقدين منفصلين تماما بدون ربط فهذا شرعي، عرفت علي؟ اما اذا كان، وما اظن، وما ما اظن، ما عندي اطلاع، بس ما اظن انه البنوك هون بتسمح لك تشتري البيت وتبطل. والله يا سيدي، ولا حتى الاسلامي، ولا حتى الاسلامي نفس النشيد نفس النتيجه، معناته بهالطريقه ما في عقود شرعيه اصلا. شكرا جزيلا، انا اسف للاطاله. الله يجزيكم الخير. سيدي مداخله اخيره من شيخنا الدكتور موفى، لمده دقيقه ان شاء الله، وبدعينا بعد منها. تفضلوا سيدنا. بلش بالدعاء سيدي ولا المداخلة بسيطة؟ إذا بلش بالدعاء أنت اللي لا تحكي. تفضل سيدي. تفضل. لا أستاذ تفضل سيدي، لأنه طولوا الشباب عم يأشروا لي. تفضل سيدي. ما وقفت علي أنا. تفضل سيدي. تفضل. جزاكم الله خير يا سيدي، وعطر الله الأنفاس، وما بدي كثر مديح يعني، إن شاء الله أجرك عند الله سبحانه وتعالى. أخي، في فروق بين العقد الإسلامي بالنسبة لإجراء المنزل، مو بس فقط في التسجيل. أول شيء البيت، طبعا أنا مع الأخ محمد جلب اللي قال إنه كثير من البنوك التي تدعي أو المؤسسات تدعي إنه تمويل البيت عن طريقة إسلامية، وإنه هن ما بسجلوا البيت باسمهم، هذا واقع موجود. لكن في الحمد لله بعض المؤسسات بتسجل، وإن كان قليل، بتسجل البيت، يعني تشتري هي البيت ثم تعمل عقد ثاني منفصل للمشتري، وهذا يعني كما تفضلت يعني شرط أساسي بالنسبة للناحية الإسلامية. الأمر الثاني، عند العجز، وهذا كثير من الأخوة ما منتبهين له، عند العجز عن أداء الدفعات، البنك الربوي بيحسب معظم اللي دفعه المشتري انترست، بينما البنك الإسلامي أو مؤسسة إسلامية تعرض البيت بالمزاد وتعطي، يأخذ كل واحد حسب الشير تبعه كم دفع في هذا المنزل، كم أسهم، وهذه هي القسمة الإسلامية. فهذا الأمر ما يعني في كثير من إخوة ما بتبهوله، ففي فروق الحقيقة يعني، ما نعمل إطلاقات عامة، وإنما في تفاصيل يجب دراستها. وجزاكم الله خير. آمين سيدنا، آمين. الشيخ طاهر عندكم أخي؟ عندك أخوة سيدي، عندك أخوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا، اللهم اجعل علمنا حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك، وفضلك اللهم عمن سواك، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، وأكرمنا بصيامه وقيامه يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يبارك فيك، الله يجزيكم الله خير ويبارك فيك. السلام عليكم. الله يبارك فيك. الله يجزيك خير. الله يجزيك خير. الله يجزيك خير. حبيبي المحسن.